ازيك شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا شغال اونلاين كبلوت ستور دلوقتي، داخل في 5 أو 6 شهور. فيعني فكرة الشغل اونلاين في منها حاجات حلوة وفي منها حاجات وحشة، او في منها مميزات وفي منها عيوب. فاحنا هنعمل حلقتين مفصلين جدا جدا. الحلقة الاولى هتبقى المميزات بتاعة العمل على الاونلاين او الشغل في الاونلاين، يعني انت تفتح بيج او تعمل اي حاجة اونلاين. والحلقة التانية هتبقى العيوب بتاعة الاونلاين، وهي ليها عيوب كتيرة جدا جدا وبرضه ليها برضه مميزات كتيرة جدا جدا. فتعالوا ندخل على الانترو على طول، وبعد كده نتكلم عن مميزات الشغل على الاونلاين. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني انا كان معايا بقدم محتوى في ستايل ومش مشهور سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. وقبل ما نبدا برضو، انا اكتف جدا جدا دلوقتي على انستجرام وعلى التيك توك، فادخل اعمل لي فولو في الاثنين دول عشان هيفوتك حاجات كتيره جدا جدا، فلازم تكون عامل لي فولو هناك. وحاجه كمان، انا اصلا لو جيت كده يمين هتلاقوني برضو، ففكره انتوا هتلاقوني في كل مكان، يعني دلوقتي كده موجود، فاهمني؟ حاجه كده موجود برضو. ما علينا. طيب الشغل على الاونلاين، فكره الشغل على الاونلاين هي مميزاتها كتيره جدا 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 حرفيا. كفكره مثلا، انت مفيش حد بيقول لك مثلا لازم تلبس زي معين، او يبقى شكلك معين، او تحلق دهنك، او تحلق شعرك، او تعامل الناس بطريقه معينه. يعني فكره، انا لما كنت شغال قبل كده كان مش عاجبني فكره اللي هو لازم دهنك تكون محلوقه على الاخر. طبعا محلوقه زيرو، اكني داخل جيش، انا ما اعرفش ليه اصلا لحد دلوقتي. وبيقول لي المفروض ده علشان نظافتك الشخصيه، او لازم تكون نضيف. طب ما انا ممكن اكون نضيف بدقني عادي، يعني مفيش مشكله. فيعني كان في مشاكل كتيره جدا جدا، وده اللي خلاني اتجه لشغل اونلاين. شغل اونلاين بقى بيتمثل على حاجات كتيره جدا جدا. ممكن تكون شغال اونلاين اصلا فريلانسر، او ممكن تكون شغال اونلاين على اليوتيوب، او ممكن تكون شغال اونلاين فاتح ستور مثلا زي انا دلوقتي كده، برده فاتح دلوقتي بلوتو ستور. وفكره برده بلوتو ستور برده اللي انا عايز اقدم المنتجات للناس بس بسعر مخفض جدا جدا، اذا كان بقى شنط، بيرفيوم، محافظ، ساعات، اي حاجات تقنيه، باور بانك، رينج لايت. دي حمله اصلا انا عاملها كفكره ان انا بقدم الحاجات دي للشباب بس بسعر مخفض جدا جدا، ارخص من الناس اللي بره. وهنا ينقلنا الاول حاجه اصلا، قبل اصلا ما تعمل، وقبل اصلا ما اقول لك المميزات بتاعه الاونلاين ستور وكل ده، ان انت لازم يكون عندك فكره ماشي عليها، او فكره انت متبنيها. مش اي حاجه جرى يا صاحبي وخلاص هات لك اي حاجتين يا باشا وبيعهم وخلاص، لا، هي مش كده. فكره انت بيبقى عندك فكره، زي كاف جاليري، زي اندر جراوند، زي بلوتو ستور دلوقتي. فلازم يكون عندك فكره انت ماشي عليها، او الناس اللي هتتبعك هتتبعك على فكره الفكره اللي انت ماشي عليها دي. طيب حلو، دلوقتي بقى عندي فكره، دلوقتي بقى عندي موضوع هتكلم عليه، او موضوع هبيعه، او فكره هتبناها، واي حاجه، وخلاص عملت البيج اونلاين وكل حاجه تمام. ها ايه بعد كده بقى، وايه المميزات اللي هستخدمها دلوقتي؟ طيب اول ميزه ليها اللي هي فكره انت مرتبك بالثابت. يعني مثلا مش فكره انت شغال شهر كله 12 ساعه، وبعد ال 12 ساعه بتلاقي نفسك واخد 2000 جنيه او 2000 ونص او حتى 3000 جنيه. كفكره انت شغال 12 ساعه 8 ساعات كل يوم ويومين اجازه وتاخد في الاخر 3000 جنيه، صباح الفل. لا، انت هنا بيبقى الشهر بشهره، يعني فممكن مثلا شهر تاخد 10000 جنيه، ممكن شهر تاخد 1000 جنيه، ممكن شهر ما تجيش اصلا خالص اي حاجه، ممكن يجي لك اوردر واحد، ممكن يجي لك 50000 اوردر. فبتبقى الموضوع متغير معاك، يعني فكره انت مش ثابت على شهر معين بكسب فيه كذا. تاني ميزه في موضوع الشغل اونلاين، اللي انت بتبقى الرئيس بتاع نفسك، انت اللي عارف شكلك عامل ازاي، انت اللي عارف بتتعامل مع الجمهور ازاي، انت اللي بتتعامل مع كل حاجه، انت الرئيس بتاع نفسك، انت اللي عارف بتصحى امتى وبتنام امتى، انت اللي مسستم الشغل كله وحياتك كلها. واكتشفت انا بقى هنا لما تكون انت الرئيس بتاع نفسك، او فكره انت المدير بتاع نفسك، انت بتقدم 10% اكتر ما بتكون اصلا انت عندك رئيس شغال عنده. فكره ان ده شغلك انت، ده العمل بتاعك انت، فانت اللي مديره. فلازم هتلاقي نفسك انت بتصحى بدري كل يوم، وهتلاقي نفسك انت بتعمل كل حاجه بنفسك على اكمل وجه حرفيا، عشان ده شغلك انت، ده هيعود عليك انت، مش شغل حد تاني وانت شغال عنده. تفرق كتير جدا جدا النقطه دي. تالت ميزه، ودي حرفيا في اصلا كورسز اصلا بتدي الاوبشن ده او الكورسز ده عندها، هو التعامل مع الجمهور. ودي حرفيا جامده جدا جدا، فكره بتتعامل مع الشعب كله، كل اطياف الشعب، وكل حرفيا فئات الشعب، وكل النوعيات بتاعت الشعب. انا بتعامل مع كل الناس حرفيا، وده متعب، وبتاخد خبره في نفس الوقت. فكره ان انت، انا تعاملت مع كل الناس، كبرهم وصغيرهم، اللي هيعمل لك مشاكل، واللي هياخد الاوردر ويشكرك، واللي هياخد الاوردر ويسب فيك. في ناس كتير جدا جدا تتعامل معاهم، وده اصلا في كورسز اصلا انت بتاخده عشان تعرف ازاي تتعامل مع الناس. ففكره ان انت بتاخد حاجه اصلا فوق بتتاخد في الكورسز، وبتروح اصلا تدفع لها مئات الجنيهات علشان تروح تاخد كورسز فيها، انت بتاخدها فري حرفيا وتتعلمها واحده واحده. اخر حاجه بقى، دلوقتي انت اشتغلت اونلاين، بقى عندك الفكره بتاعتك، تعاملت مع الجمهور، وصلت الاوردر بتاعك بطريقه شيك جدا
جدا وعملت الفكره اللي انت عايزها وكل اللي انت عملته ده تمام قشطه كل حاجه. ايه برضو بقى الميزه اللي بعد كده؟ الميزه اللي بعد كده وهي حرفيا جامده جدا جدا وما حسيتهاش غير لما اشتغلتها، فكره ان الناس بتبعت لك الفيدباك بتاعها من الاوردر اللي انت سلمته لها، يعني فكره مثلا مسج هابي مسج او ممكن مثلا فويس نوت. في ناس كتيره جدا جدا بتكلمنا شكرا جدا جدا على الاوردر وربنا يخليكوا الكلام ده. فكره اصلا دي بتحس ان انت بتديك دفعه ان انت تشتغل اكتر وتنمي نفسك اكتر في المجال ده. وطبعا في ناس بتقول لي ازاي انمي نفسي اصلا ده هو اوردرات هبيعها؟ لا، في طبعا تنميه كتيره جدا جدا كفكره اوردرات، كفكره حاجات كرياتيف لازم تعملها. مشكله الشغل اونلاين اللي انت في 500 واحد بيبيع نفس المنتج اللي انت بتبيعه، بس انت لازم تكون عندك الكرياتيف كفكره بقى عروض، كفكره هدايا، كفكره الحاجات دي كلها. واكتشفت برضو في الشعب المصري ان في شويه نقط كده هم بيعتبروها اونلاين انا ما اعرفش ليه، او ممكن يشتروا اصلا الاوردر بسببها، كفكره ان هو الشحن مجانا وفكره اللي هو هديه. يعني فكره انا ممكن مثلا اديك حاجه ب 100 جنيه مثلا اقول لك يا باشا هديه، والهديه دي بالنسبه لي بجنيه، فانت تاخد الاوردر عشان هديه. خلينا ما نسمعش الاحداث، انا جاي اصلا هعمل سلسله مطوله جدا جدا كفكره الاونلاين، كفكره ايه اللي تحتاجه مع الشعب المصري عشان تبدا شغل اونلاين، وايه الحاجات اللي تمشي عليها عشان تنجح في الشغل اونلاين. فخلينا يعني ايه نمسك فيديو كده علشان ما نتوهش مع بعضينا. ففكره الفيدباك دي بتخليك ان انت يعني في داهيه الفلوس وكل حاجه، بس فكره ان انت بتيجي تاخد الفيدباك دي بتلاقي نفسك انت عايز تكمل اكتر علشان تاخد الفيدباك دي اكتر من الناس. ودي تقريبا كانت 5 أو 6 حاجات، انا مش فاكر بصراحه كانت كام حاجه، ميزه هتكتسبها او حاجات حلوه هتكتسبها لو انت شغال اونلاين. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى 5 أو 6 حاجات برضو، وهي عيوب الاونلاين، او لو انت داخل اونلاين لازم تكون عارف ان العيوب دي هتقابلك لا محاله، وش لازم اي حد في الكون هيقابله العيوب دي في الاونلاين، وهي عيوب ممكن تخليك تكمل اصلا وتعافر وها ماشي والكلام ده. لا اما مع اول قلم يا باشا هتلاقي نفسك انت وقعت ومش عايز تقوم اصلا ومش عايز تكمل في الشغل ده تاني، ترجع تاني تشتغل 8 ساعات ام 1200 جنيه. لا العظيم اسعار العبيد ولعت دلوقتي يا صاحبي. وقبل ما انهي الفيديو ما تنساش طبعا تدخل على بلوتو ستور وتشوف الحاجات اللي احنا بنقدمها، ولو عجبك حاجه ممكن تشتري وهيوصلك لحد باب البيت. ما تنساش اهم حاجه تيك توك والانستجرام عشان اكتب جدا جدا عليهم. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.